الموضوع اللي هحكي فيه النهاردة مهم جدا، اللي هو يتعلق بكيفية التحقيق مع الموظف في واقع مخالفة هو ارتكبها. ازاي يتم التحقيق وازاي يتم توقيع الجزاء؟ المسألة دي لازم اتنين يعرفوها، العامل وصاحب العمل. اول التزام على صاحب العمل في هذا الموضوع انه القانون، قانون العمل يلزم صاحب العمل اللي عنده منشأة تجارية او ايا كانت المنشأة، عنده 10 موظفين او اكتر، انه لازم يعلق في مكان ظاهر لوحة كده كبيرة، يكتب فيها بخط واضح وظاهر لكل عامل او حد يقرأ يطلع عليه. يعمل ايه بقى؟ عفوا ايها القانون، مع الدكتورة منى عامر. هذا البرنامج برعاية المكتب الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، الدكتورة منى عامر، رواد المحاماة. الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل. اسمها لائحة الجزاءات. لائحة الجزاءات دي ما تكونش عنده هو في ملفاته ومقفول عليها، لا، ده هو لازم يحطها في مكان ظاهر ويكتب فيه الجزاء، عفوا يكتب المخالفة ونوع الجزاء. يعني التأخير عن العمل مدة مثلا 15 دقيقة في اليوم الأول عقوبتها كذا، إذا تكرر عقوبتها كذا، إتلاف شيء عقوبته كذا، الغياب عن العمل عقوبته كذا. يدرك جميع الجزاءات اللي بتوقع عن المخالفات. ليه بقى؟ علشان خاطر الموظف يكون عنده علم مسبق بانه لو ارتكب الفعل ده هيكون جزاؤه كذا، هو يبقى فاهم كويس جدا. ده اول التزام بيكون على صاحب العمل. العامل دلوقتي او الموظف ارتكب مخالفة واحنا هنحقق معه. اول حاجة لما تيجي صاحب العمل تحقق معاه، اول حاجة يحقق معاه اما صاحب العمل بنفسه او موظف يكون اعلى في الدرجة الوظيفية من الموظف اللي ارتكب المخالفة. يعني ما يبقاش مثلا مدير عام مثلا ويحقق معه، او رئيس قسم او رئيس ويحقق معاه موظف أقل منه بدرجات، لا يجوز. يبقى لازم يحقق معه من هو أعلى منه من ذوي الخبرة مثلا أو صاحب العمل أو الدائرة القانونية إذا كانت هذه المنشأة فيها دائرة قانونية. دي طبعا أول حاجة في التحقيق. لما يجي يحقق معه، يحقق معه بموجب محضر، يخطره كتابيا بنوع المخالفة او الخطأ اللي هو ارتكبه، يخطر بيه كتابيا ويتعمل محضر من سين وجيم، ولازم يسمع اقوال الموظف المخطئ اللي بيحقق معاه، ولازم كمان المحضر ده يوقع عليه، يوقع العامل على اقواله ويسمع دفاعه ويسمع رده فيه. والتحقيق، محضر التحقيق ده يكون في ملف، يوضع في الملف الخاص بالموظف. طيب انتهى التحقيق معاه واتخذ اقوال وسمع رده على المخالفة المسندة اليه، ايه اللي بيحصل بعد كده؟ الموضوع ينسيبه كده ولا هناخد فيه اجراء؟ والله اذا كان في اجراء هيتاخد، يبقى في الحالة دي الإجراء
لازم يتاخد او العقوبة اللي هتوقع في حد اقصى 30 يوم. يعني ما نسيبش الموظف مش عارف مصيره ايه، مش عارف ايه اللي حاصل معاه. فاحنا بن خلال 30 يوم هنخطره كتابة بالجزاء اللي هيوقع عليه. والله احنا هنخصم منك، احنا هنرفدك من الوظيفة، احنا ايا كان الاجراء لازم يتخذ في خلال شهر 30 يوم من انتهاء التحقيق لحد اقصى. النقطة المهمة ايضا، اذا وقعنا مثلا على العامل او الموظف عقوبة الخصم، ايه شروطها بقى عقوبة الخصم من الراتب؟ اولا لا تزيد عن راتب 5 ايام، وتكون متاخدة من الاساسي الراتب وليس من الاجمالي، ومعن مرة واحدة في الشهر. يعني لو افترضنا انه الخصم ده كان هيبقى عنده كذا عقوبة او كذا خصم، هعملهم كلهم، يعني ارتكب 3 مخالفات والثلاثة دول فيهم خصم، انا هعمل ايه هنا في هذه الحالة كصاحب العمل؟ هخصم حتى اقصى لا يزيد عن راتب 5 ايام، واخصمها مرة واحدة في الشهر الواحد، ده من الاساسيات. ممكن لو عقوبة تاني يبقى الشهر اللي بعده والشهر اللي بعده. كمان ما ينفعش اصلا انه اوقع على المخالفة الواحدة اكثر من عقوبة. يعني انا عاقبته بالخصم او الانذار، ما ينفعش اوجه له انذار واخصم منه وانزله، لا، هي عقوبة واحدة عن المخالفة الواحدة. طيب يجوز لصاحب العمل انه يشدد العقوبة على العامل اذا ارتكب العامل ذات المخالفة، يعني يكررها مرة تانية، بس بشرط ايه بقى؟ يكون خلال 6 شهور. يعني مثلا تغيب عن العمل كذا مرة، اخطأ خطأ معين، خصمنا منه، جاء بعد 2-3 شهر ارتكب نفس الخطأ، هنا يجوز لصاحب العمل انه يشدد العقوبة او الجزاء على العامل. بعد مضي 6 شهور على المخالفة، مفروض ان المخالفة كأن لم تكن. دي من الحاجات المهمة جدا في مسألة التحقيق عن المخالفات. طب ايه الجزاءات اللي انا اوقعها على العامل المخطئ؟ اول حاجة الانذار، من ضمن الجزاءات الانذار، الخصم من الراتب، ممكن كمان اوقف الترقية بتاعته، اجل الترقية بتاعته 6 شهور او سنة. ممكن كمان انا ينزل درجة، يعني هو مثلا كان مدير عام، ممكن انزله درجة وظيفية الى مساعد المدير العام مثلا. ايضا افصله الفصل من الخدمة، لكن الفصل من الخدمة ده طبعا اقصى عقوبة، ودي ليها شروط هنتناولها في حلقة مستقلة. وتحياتي. عفوا أيها القانون، مع الدكتورة منى عان. هذا البرنامج برعاية المكتب الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية
والتحكيم. الدكتورة منى عادل رواد المحاماة. الشمس بتطلع فيها تنور قلب الكل. الحب يكون هو لغتها والناس تستمتع بحياتها والخير يزيد ويفيض ويغطي حدود الأرض.